صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الحدث عشية الذكرى 73 لاستقلال لبنان. أردنا أن تكون هذه الحلقة تحية للوطن وللجيش اللبناني، فنستضيف في هذه الحلقة السيدة بيتي هندي، مستشارة التنمية والتطوير في قيادة الجيش اللبناني. وطبعا معها سنبحث في معنى الاستقلال هذا العام بالتحديد بعد سنتين ونصف من الشغور الرئاسي، بالإضافة إلى يعني التحديات التي رافقت المؤسسة العسكرية في خلال هذه الفترة وما حققته من إنجازات في مجال مكافحة الإرهاب. وطبعا سنمر أيضا في هذه الحلقة بطبيعة الحال على مسألة تسليح الجيش اللبناني والمساعدات العسكرية التي تلقاها خلال السنوات الماضية وتلك الموعودة، خصوصا يعني بالتحديد ما يتعلق بهبة المليارات الثلاثة المرتقب أن تعود للبنان مع العهد الجديد. كل التفاصيل مع ضيفتنا بعد لحظات. صباح الخير بيتي هندي، مستشارة التنمية والتطوير في قيادة الجيش اللبناني، أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة، وكل استقلال ولبنان والوطن واللبنانيين بألف خير. مثل ما قلنا رح نمر على كل هذه المواضيع، على معنى الاستقلال يعني بشكل خاص. نحن عم نحتفل، يعني كان صار لنا سنتين ما عم نشوف لا عرض عسكري ولا يعني كل ما اعتدنا أن ننتظره في هذه المناسبة. السنة الوضع مختلف، رح نحكي بالتحديات اللي رافقت سنوات الشغور أمام الجيش اللبناني وما هو مرتقب والأفاق التي تنتظر المؤسسة العسكرية. رح كتير نحكي عن التسليح، عن شو عم بيصير على الحدود اللبنانية السورية، مسألة مكافحة الإرهاب بشكل خاص، داعش، النصرة، العسكريين المخطوفين. أيضا رح نركز مع حضرتك كونك رئيسة مؤسسة بيت لبنان العالم على شؤون اغترابية، خصوصا وأن هذه المؤسسة تعنى بشؤون الاغتراب وبشؤون الدولية. وكنت أيضا ذكرت أنه مسألة التصويت الإلكتروني اللي شفناها بانتخابات نقابة المحامين يفترض يعني أيضا كان مطلب لكم سابقا، وكمان نتمنى تتعمم بكل الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية. قبل الدخول بكل التفاصيل مع حضرتك، رح نتوقف مع جولة إخبارية سريعة مثل العادة مع زميلي كريستين ونبدأ من بعد الحوار. أهلا بكم، تصادف اليوم ذكرى ميلاد السيدة فيروز، وقد يكون العيد الوحيد الذي له معنى بحجم الوطن. تحية إلى من ملأت صباحاتنا بأغنياتها التي شكلت وعينا وزينت سنين أعمارنا. فيروز كما قال عنها الشاعر الفلسطيني محمود درويش، هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر والقمر أكبر، إنك تملكين سيدتي صوتا أكبر من ذاكرتنا. والجديد التي أفردت أمس من هوائها محطات استعادت فيها أرشيف السيدة فيروز الذهبي، ستنقل مباشرة من قلعة بعلبك مساء الاحتفال بعيدها وبعيد الاستقلال. ومن الجديد تحية إلى فيروز، وكل عام وأنت الأساس. أنا وعشية عيد الاستقلال 73 يوجه رئيس الجمهورية ميشيل عون عند 8 مساء رسالة الاستقلال الأولى في عهده، بعدما وضع أمس اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لترجمتها بلغات عدة ونشرها. وعلمت صحيفة الجمهورية أن عون سيركز في بداية الرسالة على المعاني الخاصة بالمناسبة كما يراها، قبل أن يحدد مواقفه من بعض القضايا الداخلية والإقليمية والدولية، بدءا بالملف الحكومي وصولا إلى قضايا الناس. كذلك سيتوقف أمام بعض الأزمات ومنها الأزمة السورية بشكل خاص. قائد الجيش العماد جان أهوجي، وفي أمر اليوم للعسكريين بذكرى الاستقلال، اعتبر أن انتخاب رئيس الجمهورية ميشيل عون فتح صفحة جديدة وأعاد صياغة خطوط عريضة لواقع سياسي شهد انقسامات واصطفافات وسيؤسس لانصهار وطني منشود. وقال:
يحضر عيد الاستقلال هذا العام ويحضر معه الأمل الذي افتقدناه في سنوات الفراغ الرئاسي ليبشر بحقبة واعدة في انتظام عمل مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها. وأشار أهوجي إلى أن ما ينغص علينا فرحة العيد استمرار الإرهابيين باختطاف بعض جنودنا الأبطال الذين لن نألو جهدا وفرصة في سبيل كشف مصيرهم وتحريرهم. استغرب الرئيس نبيه بري أن يلجأ الرئيس ميشيل عون إلى فتح ملف التمديد النيابي مجددا فيما حبر التصويت له من قبل المجلس لم يجف بعد. واعتبر بري في حديث للسفير أن شل عمل مجلس النواب والتعطيل المتكرر لحكومة سلام كانا من أسباب الوهن اللاحق بمؤسسات الدولة، وبالتالي لا يجوز اختصار العوامل التي أنتجت الواقع المهترئ للدولة بالتمديد الذي جرى اضطرارا وصدق عليه المجلس الدستوري بعد الطعن الميمون الذي قدمه التيار الوطني الحر تحديدا. في سياق متصل بتأليف الحكومة شدد بري على أنه ليس واردا لديه التنازل عن حقيبة الأشغال لأحد ما دام يتمسك كل بموقعه مع قيمة مضافة، معتبرا أن النائب سليمان فرنجي محق في مطالبته بحقيبة أساسية هي بمثابة الحد الأدنى من الحقوق المكتسبة لمن كانت الرئاسة في متناوله. وكشف بري أن عون تعهد له عام 88 عندما كان قائدا للجيش بأن تبقى حقيبة المال بحوزة الطائفة الشيعية طوال عهده إذا انتخب رئيسا، وأكد أنه لا يريد بتاتا أن يحكم مجلس الوزراء أو يتحكم به، لكنني في الوقت ذاته أرفض أن يحكمني أو يتحكم بأحد، هذا الزمن ولى ولن يعود وسأفعل كل ما هو ضروري لمنعي عودته. إلى بيروت يصل بعد ظهر اليوم المفدان السعوديان أمير منطقة مكة خالد الفيصل ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وينتقلان على الفور إلى قصر بعبدة للقاء الرئيس ميشيل عون وتهنئته وتوجيه دعوة إليه لزيارة المملكة. وتشمل زيارات المفدين الرؤساء نبيه بري وتمام سلام وسعد الحريري الذي يقيم حفل عشاء على شرفهما في بيت الوسط تشارك فيه شخصيات سياسية ودبلوماسية. اعترف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بهزيمته في السباق للفوز بترشيح المحافظين في انتخابات الرئاسة 2017، وألقى بثقله وراء فرانسوا فيون الذي كان رئيسا للوزراء بين 2007 و2012 خلال رئاسة ساركوزي. ووفقا للنتائج الأولية فقد حصل فيون على 43.9% من الأصوات، ورئيس الوزراء السابق ألان جوبي على 27.9 وساركوزي على 21.4. وقال ساركوزي لأنصاره: أكن لجوبي تقديرا كبيرا، ولكن أشعر بأنني أقرب للخيارات السياسية لفيون، وبالتالي سأصوت له في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية. وأضاف: ليست لدي مرارة أو حزن، وأتمنى كل الخير لبلادي وللشخص الذي سيقودها. ختام الموجز، عودة إلى كاترين وضيفتها. شكرا لك كريستين، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وارحب من جديد بضيفتي مستشاره التنميه والتطوير في قياده الجيش اللبناني بتي هندي. اهلا وسهلا فيك من جديد مدام بتي. صباح الخير. طبعا يعني رح نبلش ب اول شيء بدي اقول انه كنا متوقعين اليوم انه يكون في يعني قبل عيد الاستقلال حكومه، يعني لانه الاخبار عن الحكومه مثل ما سمعنا بالموجز مثل ما عم نقرا يعني بالصحف باليومين الماضيين يعني لا تبشر بالخير. الاستقلال غدا ويبدو انه الامور الحكوميه متعثره، رح تكون لنا هيك كمان مرأة سريعه مع حضرتك على الوضع السياسي بختام الحلقه، لانه قبل ما نحكي بمواضيع تتعلق بالاستقلال وبالجيش اللبناني بدي بلش من الشعار يلي هو بقي الوطن. الكلمه هون بدنا نفسر يعني شو دلالتها هيدي العباره وبقي الوطن، بالاضافه للصوره يلي رافقت رح نشوفها هلا بعد شوي على الهواء، يعني انه عسكري عم بيطلع بالمنظار والى جنبه ولد. شو المقصود هون بالكلام وبالصوره؟ خلينا نبلش بالكلام لانه الصوره كانت معبره عن فكره. نعم. بقي الوطن نحن صرنا سنتين ونص بتحديات ضد الارهاب وتحديات كثير كبيره للبنان. نعم. هيدي المؤسسة يلي بذلت تضحيات كتير كبيرة
وخلت الوطن يبقى، لأنه في عندك شيء اسمه مؤسسة الجيش، مؤسسة الجيش اللبناني، مؤسسة اليوم كانت بعيدة عن كل شيء تجاذبات سياسية، وخلت اللهيب اللي بيصير بالمنطقة ما يوصل لعنا. مزبوط، هيدا اللهيب ما يوصل لعنا. بقى هيدي التحديات كانت بحد ذاتها تتقول انه نحن بقي الوطن اليوم صار عندنا جمهوريه وعندنا رئيس جمهوريه بفضل مؤسسه كانت واقفه على اجريها، كانت عم تخوض معارك وتحديات كثير كبيره بالوقت اللي عندك كان كل الحروب مقيمه داخليه وخارجيه، حروب طائفيه واكيد عندنا حروب يلي هي ضد الارهاب، من اصعب المراحل، من اصعب المراحل اللي مرق فيها لبنان، وخاصه اليوم عندك كانت قياده جيشي لوحدها عم تاخذ القرار. يعني نحن استقلالنا اليوم كان بقياده جيش، قرارها اكيد نابع عن مجلس الوزراء، ولكن في قياده جيش كانت المسؤوليه كثير كبيره عليها، وكان في كان في حكمه بالتعاطي بهيدي بطريقه تخطي هالمرحله هيدي لتقدر تقول انه في وطن في وطن لا يبقى. نعم. هون الواو يعني الواو وبقي الوطن اكيد ويبقى الوطن او وبقى الوطن وبقي الوطن، بقي الوطن. يعني كانه رغما عن كل اللي في صار في شيء مستتر هون، مزبوط، رغم كل اللي صار ولانه بقي الوطن اليوم، لانه كان في جيش 24 على 24 واعي وعم بيشوف التحديات، كان في جيش اليوم اعترف بكل شهداء لبنان كلنا للوطن، كان في جيش اليوم عم بيقول كل يوم في تحدي جديد انا بدي اقوم على بكره ما بعرف شو ناطرني، كان في جيش عمل انجازات كثير كبيره حتى تقنيه، يعني حتى بالتسليح الجيش كان ما عندك شيء اليوم، وصلت لمرحله انت اليوم من اهم جيوش العالم اللي حاربت الارهاب. مشان هيك يعني الادوات المعنويه والعسكريه يلي مكنت الجيش من تحقيق هالانجاز اللي عم تحكي عنه بهالمرحلة. في ولد صغير بعدنا عم نعطيه الامل، عم بيطلع بالمنظار زيته. نرجع نشوف الصوره اللي سمحته على الهواء لانه عم نحكي عن نعم العسكري اليوم يلي هو حمي، والولد اللي وراه والعسكري اللي قدامه، اثنيناتهم عم بيطلعوا على زيت سكوب، هو امل لبكره، واحد حميك عم بيقول لك باقي الوطن، وعم بيعطيه امل لهيدا الصغير انه لا نحن هون حمينك ورح نضلنا حدا. على الحدود هون يعني مزبوط، اثنيناتهم على الحدود، ولد الحدود اللبنانيه الحدود السورية. اللبنانيه السوريه يلي مطرح ما عم نواجه الارهاب. نعم. اكيد محل المعركه الاساسيه مزبوط يلي اليوم عم نحس بنوع، اذا بتطلعي طلعت الولد وطلعت العسكري تختلف اثنيناتهم، وبذات الوقت في شيء بيجمعهم هو الحدود وامل، هي اهم شيء انه نحن عم نقول بقي الوطن، لانه رغم كل هالتحديات سلمنا جمهوريه اليوم بايادي امين ان شاء الله، ونشوف التحديات الجايه اللي هي ممكن تكون اصعب من التحديات اللي سبقت. هذا الشيء اللي كمان ذكره قائد الجيش جمال جان أهواجي بامر اليوم، تحدث عن الامل وعن حقبه واعده يعني يفترض ان تكون إن شاء الله امامنا في العهد الجديد. خلينا نحكي شوي بالاستقلال، يعني السنه من حيث هيك الشكل والتحضيرات، العرض العسكري غاب، هذا العرض العسكري على مدى سنتين، من نحن وصغار كنا ننطر هذا العرض، كل الناس بتقعد ببيتها نهار عطله وبتحب انها تشوف هذا العرض العسكري وبتشعر بنوع من الامان، يعني لما بتشوف هيدي يعني الاستعراضات، لما بتسمع حتى الموسيقى العسكريه. اليوم شو المختلف، شو كان التحدي، خصوصا وانه حسب ما قرانا انه بظرف اسبوعين يمكن تم التحضير، بوقت انه هيك عروض بالعاده تحتاج ل حوالي شهرين او اكثر يمكن لحتى يتم انجازها. غياب العرض العسكري هو من احسن شيء صار بفتره السنتين ونص. من احسن شيء؟ رح اقول ليش. لانه اليوم وقت يجي قائد الجيش يلي انعرضت الفكره اكثر مره انه يمشوا بالعرض العسكري بغياب رئاسه الجمهوريه، هيدا اكيد انا بنعتبره نحن كان تطاول على رئاسه الجمهوريه، بمعنى انت عم تاخذي دور اليوم رئاسه الجمهوريه كقياده جيش، عم بتخلي الوطن ينتظم عمله ونقول نحن مستقلين بغياب رئيس جمهوريه. نعم. يلي مشان هيك انا بقول مش المنيح انه ما كان عندنا رئيس جمهوريه، المنيح انه ما صار في عرض عسكري وصار في تعدي على صلاحياتي مؤتمن عليها رئيس الجمهوريه. يعني ما مرقوا هالسنتين وكانه شيئا، لانه ما كانه يعني لا اكيد كان في غصه على كل عيد استقلال، وكل عيد استقلال كان في طرح لقياده الجيش ولقائد الجيش انه ليه ما بنقوم بعرض العسكري، وكان نعم. قائد الجيش مصر انه ما بيعمل عرض عسكري قبل ما يصير في انتخاب لرئيس الجمهوريه. نعم، شو محضرين لهالسنه؟ السنه الاحتفال هو مثل كل السنوات اكيد، مثل كل السنوات السابقه، بس السرعه اللي قامت فيها انه بظرف يعني من 31 الشهر اتخذ القرار بعد 4-5 ايام انه لا رح يصير في عرض عسكري، صار في تشاور بين قائد الجيش ورئيس الجمهوريه على الاوضاع الامنيه، بس القرار كان متاخذ كيف ممكن تكون وكيف بده يصير، في تجهيزات هن بيعرفوها تفاصيل صغيره يعني عسكريه انا ما بقدر فوت فيها.
الجديد اللي بقول انه نحن بعد سنتين ونص عندنا عرض عسكري يترأسه رئيس جمهوريه، يلي كنا بنتمنى انه كمان يكون في حكومه جديده تألفت لا كمان تكون بهيدي العرض. هلا في جدل يعني اعلامي اذا بيحضر الرئيس المكلف سعد الحريري او ما بيحضر، معلومات متضاربه حول هذا الاطار، يعني ما مرقت المناسبه هيك بسلاسه، يعني الاجواء اكيد في امتعاض، يعني اذا اليوم اكيد اذا بتطلع بكل الصحف اليوم في امتعاض مبين جو عام من لرئيس الحكومه اليوم بالجديد، كمان نقول له مبروك انه بعد ما تالفت الحكومه، ومش بس بعد ما تالفت، هيئته في عوائق حقيقيه لتاليف الحكومه، وهيدا كمان بيرجع بحط البلد على المحك، يعني في تطلعات وفي امال كثير كبيره واقعه على رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه اليوم، يلي بعتقد اللبناني صار له كثير عم ينطر ليشوف هيدا الفرج، لسوء ان شاء الله ما نكون نحن مخطئين ولا تنفرج الامور، بس مني انا كثير متفائله بالطريقه اللي عم شوف الامور رايحه فيها، لانه ما بقى عم نحمل، يعني كان يمكن كان لازم نتفق على شيء ثاني قبل ما نوصل لرئاسه الجمهوريه، نتفق على يعني كانه الجدل اليوم والشد الحبال صار به غير محل، يمكن كان الداخل اليوم قرار داخلي باتيان رئيس جمهوريه بتبني خارجي، بعتقد اليوم صار الحكومه بمطرح ثاني. للاسف رح نحكي مثل ما قلنا فيها هيك سريعا بالمحور الاخير، شو هي التحديات الاساسيه يلي خلال هالسنتين ونص من الشغور الرئاسي ورئيس الجمهوريه، يعني هو ايضا القائد الاعلى للقوات المسلحه، ما هي التحديات او ابرزها التي واجهتها المؤسسه العسكريه بهذه المرحله؟ اهم شيء التحديات، نحن بنعرف 2 اب كان هو فاصل من سنتين ونص بمعركه عرسال يلي هي نعتبر فاصل حقيقي للبنان، وين ممكن كان يكون الإرهاب صار عنا الفارق. التحديات الكبيرة اللي بلشت إنه الجيش كان ما عنده تقنيات تقدر يحارب الإرهاب حقيقة، نعطى ثقة هذا الجيش، ثقة دولية وثقة خارجية أكيد وثقة داخلية من المواطن، خلينا نقول إنه اليوم بهيدي التحديات الجديدة، هل أنت قادرة تكملي بس بعسكر ولا بدي كمان تقنيات وعتاد يساعدوك؟ نحن بلشوا تما نقول على الصفر تحت الصفر بالتقنيات وال خلينا نقول والعتاد، يعني اليوم اول ما تبلشي معركتك بلشتي انت بطياره ويمكن صاروخ، اليوم انت عندك طيارات وعندك عتاد كثير متقدم، عندك اليوم كمان بفضل مين؟ فيني اقول انه هل صحيح انه المساعدات الامريكيه هي كانت الوحيده يلي يعني وصلت للجيش اللبناني بهالمرحله وكان لها الفضل الاساس ب خلينا نكون واقعيين، نحن 85% بيجي عتاد من الامريكان. نعم. اكيد في ثقه كانت بايد الجيش اللي جربوه، يعني ما اجت الثقه انعطت هيك، في جربوا غير جيوش، لقوا انه جيوشنا من اهم جيوش اللي بتحارب الارهاب. نعم. يعني نحن بمشي كنا عم نخوض معارك، كيف لليوم اذا عطوك العتاد المناسب؟ على كل سفراته قائد الجيش على امريكا كان في مطالبه حقيقيه اليوم بتقويه عتاد الجيش وزيادة البادجت للجيش، وتلبية لهيدي لأنه بيروح تلبية لقائد الجيش وللطروحات اللي بحطها الأمريكان، ما عندهم اليوم بحبوا ولا ما بحبوا حدا، في مصالح معينة تربط البلدين وفي ثقة معينة انحطت بشخص وكان على قد المسؤولية، وأبرز أنه هو على قد المسؤولية اليوم، والتحديات كانت كتير كبيرة لأنه قائد الجيش اليوم صحيح كان في مجلس وزراء يلي هو بيساعد بالقرار السياسي، بس وقت تصيري على الأرض ويصير في قيادة جيش اللي بدها تاخذ القرار، ما بقى القرار السياسي كلنا مع انه محاربة الارهاب، اما عملية كيف بتحارب الارهاب وبأي طريقة وبتضلك قادرة تكوني عاملة توازن كاتاليزور مثل ما بيقولوا، كان الكاتاليزور على كل الأطراف، هيدي قوة الجيش اليوم، قوة قيادة الجيش اللي بتقدر توصلك بين كل التحديات، نحن بنعرف انه وقت وصل الارهاب وصل وصلنا يقول ممكن كان عنده طموح يوصل على البحر، يكون عنده امتداد على اوروبا من هيدي المنطقة، هيدا اللي كان التحدي الاكبر، التحدي الاكبر انت بغياب رئيس الجمهوريه اللي ما فيك، هو بالنهايه حدا بتتشاوري معه بقضيه الارهاب وبالعمليات الكبيره، اما العمليات الكبيره كانت عم تاخذ قرارها من قائد الجيش، مدير العمليات، مدير الطيران، مدير المخابرات. طبعا في هذه الثقه، ولكن ايضا يعني نحن عشنا هالسنتين ونص انه في مظله دوليه او في قرار اقليمي دولي بعدم المس باستقرار لبنان، وانه هذه المساعدات طبعا الامريكيه وال يعني ما شفنا حتى يعني انه ولا حدا كان ضد هذا القرار وهذه المظله المتعلقه بالاستقرار الامني في لبنان بهالمرحله، كان لها يعني
يعني هذا القرار كان له الدور الاساسي بمساعده الجيش اللبناني، لانه كانت المؤسسه الوحيده يعني اللي عم تشتغله بالنهايه مثل ما عم تقولي، هي كانت على الارض وهي على ارض المعركه وفي المواجهه. يعني هيدا القرار بالاستقرار السياسي هون قد ايه لعب دوره ويعني استفاد منه الجيش اللبناني اكيد يعني. القرار الدولي شيء كثير اساسي، بس في يكون قرار دولي وانت مش قادره تنفذيه على الارض، وفي كثير قرارات دوليه اليوم اخذت طابع بقلب لبنان وما وصلنا لولا نتيجه، بالعكس زادت الامور تازما. هي طريق القرار اللي هو مقرون بحكمه كانت تصير بين القياده والقرار الدولي. اليوم يعني كيف بده يصير؟ وقت انا بدي اروح اتداول بقرار اليوم انه اي نحن اكيد بدهم الحدود وبدنا تكون ممسوكه، بس اذا انت منك قد رح تفرط الامور، واذا فرطت الامور هن منهم بقى مسؤولين، هن عم بيقولوا لك انه نحن ما رح نعمل تدخل لخربانا، بس هن مش رح يعملوا تدخل كمان لحمايتنا. الحمايه بدك تكوني انت قدها، بدك تكوني انت بقرار صائب لتقدر تكوني، وبدك تاخذي ثقه دوليه، الثقه الدوليه اللي انأخذت اليوم خلت القرار الدولي اليوم يكون داعم لقرار داخلي بقيادة اليوم قادرة تخوض هيدا المعركة. والتحديات كانت ما تستهونوها كتير كبيرة. أكيد. تحديات اليوم نحن بلشت من الصفر، بلشنا من الصفر وبلشنا بمحل يعني بمواضيع كل واحد يزيد كلمة من هون وكل واحد يزيد من هون، لأنه إذا بتفوتي بتفاصيل اليوم شو صار بالمعارك بتقولي أنه لا، تاريخ أكيد سينصف الجيش وقيادة الجيش وكل شخص حارب بالإرهاب، لأنه إذا نحن هون اليوم لأنه كان في مؤسسة بعدت السياسة اشتغلت عسكر تعرفي تتعاطت مع السياسة، ما فيك تكوني بالمرحلة اللي أنت فيها قيادة جيش بلا رئيس جمهورية ما تتعاطي بكيف ممكن تزيح السياسة لتقدر تنفذ العسكر، وتكوني قادرة تريحي كل الأطراف ليقدروا يكونوا كمان هن حاسين بامان. يعني اهم شيء اللي حسسنا اياه بهالفتره هو الجيش، هو الامان اللي انت عشتي. اذا بنلاقي كل مرحله كان لها معطيات معينه، وكان في اذا بتتذكروا كيف بلشنا من متفجرات الى 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 ونحن ليك وين نحن اليوم، وان شاء الله بتكمل. ما يكون في الجيش عم بيقوم بعمليات استباقيه يعني باماكن كثيره، شفنا انه هجوم استباقي يعني ليس فقط في الموقع الدفاعي، هذا كله ناتج كمان عن العتاد والمساعدات العسكريه اللي عم توصل. يعني كمان اكيد العتاد كان كثير اساسي، انت وقت ما تكوني مجهزه ومحضره معركتك ما فيك تروحي، فيك على القليل تكوني بموقع الدفاع. اول فتره كانوا بموقع الدفاع، اول ما صاروا عتادهم محضر وجيش معنوياته اكيد رجعت عليت، لانه كمان اذا ما عندك معنويات الجيش تبعنا بده يحارب، مش مثل غير جيوش بينطروا ليوصل لعندهم ويعملوا رده الفعل. جيشنا اول مره عمل رده فعل على فعل نحن غير متوقع، وعلى عتاد منه موجود وعلى عسكر منه مجهز مزبوط. اليوم لا، بالعكس هالحرب الاستباقيه وهيدا اللي ميز جيش لبنان عن غير جيوش بالعالم، هالحروب الاستباقيه اللي كانت حتى قبل ما يوصلوا يعني تروحي انت تعمل المعارك. وكمان كان في شيء مخابرات كثير قوي اللي هو انه لقط كم عدد كبير من الارهابيين قبل ما يصيروا بعتاد التفجير والارهاب. هذا ايضا بتعاون دولي بطبيعه الحال يعني مع اجهزه مخابرات، اكيد في تعاون مع اجهزه دولية يعني انا ما كثير بالمخابرات لا اقدر لك، بس اكيد في اجهزه مخابرات بتتعاون مع الجيش اللبناني، اكيد في سفرة دائما وتشي ميليتار يعني كل الملحقين العسكريين اللي بيتداولوا دائما بيترددوا على الوزاره، وبكل الزيارات وقائد الجيش بيكون في تواصل حقيقي، واذا في شيء كثير سريع اكيد في تواصل دولي. وهون التواصل الدولي كان كثير اساسي والتواصل الاقليمي، حتى في اوقات كان يستشار قائد الجيش من جهات دوليه انه شو عم بيصير بالمنطقه، كيف ممكن نحن نخوض هيدي المعركه نحن وياكم. من هيك كمان شفنا في توقيفات كثير كانت يعني لمشتبه فيون ورؤوس كبيره 400 شخص، رؤوس كبيره جدا حتى يعني اصبحت في قبضه الجيش اللبناني. هون يعني شو حقق الجيش لحد هلا؟ يعني المحصله النتيجه وين نحن هلا بحربنا مع الارهاب على الحدود؟ داعش والنصره فينا نقول انه ما بقى في خطر يعني انه يدخلوا على لبنان ويتغلغلوا باماكن متقدمه اكثر، رح يبقوا بهالمناطق اللي هن محصورين فيها. التقدم الكبير اللي عمله اول شيء، شو فينا نقول للبنانيين اليوم خليني يعني بهيدي المعركه؟ التقدم الكبير اللي عمله انه بقي الوطن، يعني رح ارجع لشعارنا. هيدا اهم انجاز اليوم نحن وصلنا له بمعركه الارهاب. الامور اكيد تغيرت، ما رح اقول انه النصره والداعش ما بقى عنا ابدا خطر، بس فيني اقول انه صار في اليوم التحديات الكبيره صارت اخف اليوم، لانه صاروا قادرين يكونوا بجهوزيه تامه. اما الارهاب اللي انت عم بتواجهيه اليوم ما في شيء منه بتقولي 100%، في ممكن يكون لولا مثل فويت
بمحل من المحلات نعم. لأنه هو رايح يفجر حاله، يعني هو جاي لعندك ليفجر حاله. أنت اليوم إذا بتحطي كل عسكرك على الحدود كلها ما بتقدر تسكريها، بس الأماكن الحقيقية اللي لازم تتسكر هي مسكرة بهذا المنطق. لأنه اليوم يعني المعارك الدائرة يعني بسوريا وبالعراق في المخاوف موجودة إنه يهربوا، إنه يهربوا لعنا كمان يعني 100%. وعندك اللاجئين من العراق ومن سوريا بالإضافة إلى اللاجئين السوريين، هون قد إيه التحدي بعده كبير أمام. في أكيد تحدي، هو كل يوم الجيش اللبناني بتحدي، وكل يوم عندك اشياء نحن اوقات ما بيقولوها للعلن لما يحطوا المواطن دائما بخوف، بس هن اذا بقول لك انه 24 على 24 بهذا الموضوع ما بيوقفوا، لانه ما فيك تقول اليوم، ما فيك تنامي، ما فيك تغفلي عين، ما فيك تقولي انه الارهاب انتهى، الارهاب بعد عنده معركه لعشر سنين، حتى الجيش عم بيتطور، مش بس عم بيجرب يحارب عسكريا، اليوم عنده بروجرامات كيف ممكن تكون المحاربه بالايديولوجي لتقدر تنشئ جيل جديد على تربيه مواطنيه حقيقه بعيده عن الارهاب، وما تخلي الارهاب اللي برا يفوت حتى بالايديولوجيا على ابناء وطننا ليكونوا ابناء صالحين بالفتره المقبله، لانه مش كل الابناء هن ارهابيين، في مناطق اليوم محرومه وفقيره، في مناطق اليوم فيها عوز حقيقي بتخليك تروحي على التطرف، واول مره بتشتري بمبلغ صغير، مرة الثانيه بالاكبر، وبعدين بتعمليه ارهابي، هيدا مش بينم عن عقيده، في عقيده يلي هي مبين انه لبنان منه ارض خصبه للعقائد، بل عقائديا بالايديولوجي فيك تشتغل عليه، وفيك تشوفي لوين ممكن توصلي، خاصة انه لقينا باخر نسبة هن اعمار كثير صغيرة يلي عم بتجرب تفجر حالها. نعم، ولكن هيدي المناطق اللي عم تحكي عنها يعني كمان صحيح منا بؤر للارهاب او يعني بيئة حاضنة، ولكن عم تستغل، في بؤر ولكن ليس بيئة حاضنة، عم تستغل يعني، عم تستغل من قبل الارهابيين. هون كيف هون وين القرار السياسي؟ على طول بينحكى انه الجيش يحتاج الى قرار سياسي، حكيت حضرتك قبل شوي انه قيادة الجيش حاولت انه تفصل السياسة عن العمل العسكري، وهذا اللي خليها تنجح بمرحله من المراحل وتحقق انجازات، ولكن بالوقت نفسه يعني الانجاز الكامل يحتاج الى قرار سياسي، في مناطق يفترض ان يدخل عليها الجيش، في مناطق يفترض ان لا تبقى ممنوعه او خطا احمر، ومن دون دخول الجيش الى هذه المناطق لا يمكن التحدث عن انجازات كامله في في بهذا المجال، فهون يعني وين اصبح القرار السياسي؟ انا باكد لك انه ما في خط احمر على الجيش، في خط احمر، في معادله سياسيه بدها تصير، انه الجيش اليوم ما في ولا محل، ما في، اعطيني منطقه فيها الجيش منه موجود على 10452 كله موجود الجيش فيه، ولكن التحدي الاكبر كل الاماكن، كل الاماكن، كل الاماكن، القرار هون اللي بقول يعني القرار الحكيم، وتعرفي امتى توقيت المعركه، اذا مزبوط انت اليوم قادره تخوضي هذه المعركه، يعني اليوم اذا بتقولي له قائد الجيش ولا لا حيلا قائد جيش يتغلب عليه الايجو انه لا فيني فوت وفيني، هو مش فيك تفوتي وفيك تعملي، شوف التداعيات، شوف فيك التداعيات وفي شو فيك معركه تربحيها بوقت تحديات نحن ما لنا قادرين نفوت بتحديات داخليه، عم نعمل تحديات تحديدا بعدك بمعركه ارهاب، لانه مع الحدود نعم. يعني ما هونيك بالحدود شو هي التحديات هون بعرسال ومحيطه والجرود وال عرسال شو بعد ناقص لحتى تكتمل هيدي الانجازات اللي عم بينحكى؟ اول شيء عندنا مشكله اللاجئين السوريين يلي هي مشكله حقيقيه، يعني اهالي عرسال اليوم منهم كمان مبسوطين كثير باللي عم بيصير بقصه اللاجئين السوريين، لانه عم بياخذوا لهم كمان من لقمه عيشهم، واكيد حرام، في تحدي كثير كبير بقصه اللاجئين السوريين نعم. هول عالم ما فينا نظلم ونقول كلهم ارهابيه، بس لكن اليوم عندك انت 4.5 مليون فايتك المسجل مليونين، يعني كل شيء عم بيستعملوا لك من ميك وشربك والبنيه التحتيه تبعك، كل شيء عم بيستعملوا، سو انت هون بهيدي التحديات بدك تشوفي هل اهالي عرسال اليوم لو مصبوط هن بيئه حاضنه لهيدا التطرف الحقيقي اليوم بمرحله كله انضبط، يعني كله بالنهايه كان في حزم من الجيش اللبناني انه في خط احمر بالتعاطي وبيعرفوا باي طريقه كان التعاطي، ولكن اليوم ما فينا اليوم ننسف طائفه بكاملها ونقول عرسال فيها ارهابيه ولا هي منطقه ارهابيه، بكل المناطق في ارهابيين، بكل الطوائف بتحس في شيء محل تشدد اذا ما بدي اقول ارهابي، ونحن عم نخوض هلا انا بلاقي معركه طائفيه داخليه قبل ما نخوضها خارجيا، يعني هيدا للاسف الجديد، ولكن اكيد منطقه عرسال اليوم محصنه، اكيد منطقه عرسال اليوم منطقه منا منطقه تعتبر هي على حدود، واكيد في دائما وعي وخطر عليها، بس مساله اللاجئين كيف الجيش عم بيتعاطى مع هذا الموضوع هلا؟ عم بجرب قد ما يكون في، لانه بتعرفي بين حقوق الانسان واللاجئين، يلي نحن من كل احترام لحقوق الانسان، ولكن في محل مضطر الجيش يداهم كل ما شك، وهيدي اللي اعطيها قائد الجيش
بأحد المحاضرات بدول أوروبية وأمريكية أنه أنا ما فيني أنطر ليصير في هجوم علي ويكون قتلني لأعمل لأبادر، أنا علي فوت وإذا شكيت شوف شو الأمور وعلى أساسه إذا منه إرهابي برجع فلته وإذا هو إرهابي أنا علي أخده. وهذا اللي بلشوا كانوا يتبعوه بغير مناطق بدول أجنبية. نعم. لأنه بالدول الأجنبية كانوا دائما يقولوا لك لا إذا منك أكيدة هيومن رايتس ما بحق لك توقفي. هلأ عم بيكسروا هيدي القاعدة تحت شعارات تانية أنه دائما هن بخطر، دائما يعني عم بيصير في فوتات اقليميه، هيدي بيزد على خبره داخليه قام فيها الجيش اللبناني وقام فيها قامت فيها قيادة الجيش وكانت سباقه بالدول الاجنبيه انه تقول لهم والاوروبيه والامريكيه انه لا خوض المعركه ما بيكون انه تنطر الارهابي يجي يحط لك الفرد براسك وترجع تقول لهم بموقع تقدر في حال تقدر فيك تاخذه وتتحقق منه. وهذا اللي عم يجرب الجيش يعمله. اكيد مديريه المخابرات عندها دور كثير كبير بهيدا الموضوع. شو بتفرق هون المعركه بين الحدود الشماليه يعني والحدود الشرقيه؟ في فرق كبير. اللي عندك الحدود بالشمال تختلف عن حدودك بسوريا، حتى المسافه تختلف. هلا بالشمال كان في خوف اروق لانه بتعرفي حلب اليوم كانت هي الخطر الاكبر اذا نزلت حلب سقطت حلب. اليوم منه بقى هذا الخطر موجود مثل ما هو الا اذا صار في تغيرات مفاجئه. عمليه الحدود الشرقيه اخطر لانه اول شيء المسافات اقرب وعندك اكيد جزء كثير كبير من اللاجئين هنيك، والمرور على المرور من سوريا على المنطقه الشرقيه هو اسهل من منطقه الشمال. الشمال سهله اذا سقطت حلب. بتصير اسهل الامور يعني. طبعا رح نتابع، ولكن صار وقت توقف مع كريستين وجولتها اليوميه على ابرز ما ورد في صحف اليوم. من بعد رح نتابع اكثر بموضوع تسليح الجيش، رح نحكي عن هبه الثلاث مليارات اللي هلا شاغله الناس اذا رح ترجع ولا ما رح ترجع مع العهد الجديد. وطبعا العسكريين المخطوفين كمان ما فينا تمر هذه الذكرى بدون ما نحكي عن قضيتهم هيك ولو يعني يمكن البعض بيقول افضل ما ينحكى عنها بالاعلام، ولكن في كثير كمان اهالي بينطروا كلمه يمكن او خبر لحتى يعني يتاملوا من خلاله ويتفائلوا. ومواضيع ثانيه بعد الجوله اذا على الصحف مع كريستين. شكرا كاترين. مشاهدينا البدايه ايضا رح تكون مع السيده فيروز ومع مقال الزميل بيير ابي صعب بصحيفه الاخبار يلي عنوان خارج الاعمار. لا نبالغ إذا كتبنا اليوم أن فيروز فنانة عابرة للزمن، فنانة تعيش خارج الأعمار، ستبقى دائما نهاد حداد، تلك الصبية الخجولة التي اكتشفها الأخوان فليفل وأدخلاها الإذاعة الوطنية لتخطو هنا خطواتها الأولى مع حليم الرومي الذي اختار لها اسم فيروز قبل أن يحدث اللقاء الحتمي الذي جعل منها الأقنوم الثالث في العمارة الرحبانية. لكن هذه الصحوة الفجائية في الإعلام، هذا التسابق على الاحتفال بعيد ميلادها 81 اليوم عشية الاستقلال يستحق التوقف عنده قليلا. هل هي عودة الأمل والطمأنينة إلى اللبنانيين الذين يشعرون بأنهم اقتربوا من نهاية النفق بعد المنعطف الرئاسي ومن خلال الدينامية نفسها يستعيدون الرموز التأسيسية لهويتهم المشتركة؟ أم بالعكس؟ لعله التشاؤم من المستقبل والتمسك في هذه الدوامة التي تلف المنطقة بآخر ما تبقى لنا من رموز كياننا وشخصيتنا وهويتنا ووحدتنا الوطنية. لعلها تعويذة التمسك بالحياة واحتفال بها ضد الشائعات المشؤومة والبليدة التي تنتشر بين حين وآخر. لعله الخوف من النهايات. ومن بيير أبي صعب إلى افتتاحية طلال سلمان في السفير، حتى لا ينطفئ الفرح بالعهد الجديد. هكذا يبدأ العهد الجديد بوجوه قديمة ويباشر التغيير بالعودة إلى الوراء والإصلاح برجال معروف فسادهم وموصوف، فيهم بعض المحسوبين عليه مباشرة وفيهم من هو محسوب على حلفائه الطارئين. فالحاضر الأشوه انتخب الماضي المتمرد على بعض النظام قبل أن يقاتل الطموح إلى التغيير بالشعار المستنفر للعصبيات وأخطرها الطائفية. يتابع طلال سلمان: من التظاهرة التي تستدعي ذكريات الحربين ولو بالملابس المدنية والعلم اللبناني من دون إصلاح أو تغيير إلى علم الماضي ذي الأبعاد القياسية
والذي أفردت له صدارة القصر الجمهوري أمس، فاحتفال يستعيد الماضي على حساب الحاضر والمستقبل، إلى هجوم بعض الأنسباء والأقربين والمعاونين القدامى إلى تطهير دوائر القصر الجمهوري من الغرباء. كل ذلك لا يبشر لا بإصلاح ولا بتغيير. مرة أخرى يثبت هذا النظام الفريد أنه عصي على الإصلاح والتغيير، وأن التجربة الفريدة التي قادها الرئيس اللواء فؤاد شهاب والتي نجحت جزئياً قبل أن يلتهمها أركان النظام الفريد قد دفعته إلى اليأس، فرفض التمديد والتجديد واعتكف حتى مات كمداً. من صحيفة السفير نذهب إلى صحيفة اللواء وجديد التأليف الحكومي. بات بحكم المؤكد أن لا حكومة قبل عيد الاستقلال، وبات أيضا بحكم المؤكد أن يجلس الرؤساء الأربعة في العرض العسكري الذي تقيمه قيادة الجيش غدا، ومن ثم يصعد الأربعة إلى قصر بعبدة لتقبل التهاني بالاستقلال. مصادر نيابية ووزارية تعمل على خط تأليف الحكومة أكدت للواء أن الاتصالات بهذا الشأن متوقفة، ما خلا الاتصالات التي يجريها الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس المكلف نادر الحريري. وفي تقدير المصادر فإنه إذا قطع يوم الأربعاء من دون حكومة فإن أمور التأليف تصبح صعبة، ويمكن أن تبقى العقد على حالها حتى نهاية تشرين وربما إلى أبعد من هذا التاريخ. تتابع المصادر أن العقد التي تتحكم بتأليف الحكومة هي ثلاث: أولا عقدة الخلاف بين الرئيسين عون وبري. الخلاف ليس فقط على المقعد الشيعي الخامس الذي يطلب عون أن يكون من حصته، ولا على الحقائب التي يطالب بها بري، إنما هو لوب مليانة. ثانيا عقدة المردة، وقد أكدت مصادر المردة أنها لو كانت متشبثة بالحقيبة التي تريد لما كانت رشحت لنفسها ثلاث حقائب هي الاتصالات والطاقة أو الأشغال، لكن المشكلة هي في تشبث التيار العوني بالطاقة، فيما بري يصر على الأشغال والاتصالات يريدها المستقبل. ثالثا عقدة القوات، سواء بالحقيبة السيادية التي لم تحل أي وزارة الدفاع، أو بالنسبة للحقائب التي تريدها والتي تتراوح بين ثلاث وخمس. وننتقل الآن إلى صحيفة النهار، وأيضا مع موضوع التأليف الحكومي. انقطعت كل الاتصالات في عطلة نهاية الأسبوع لتؤكد عدم إمكان قيام حكومة جديدة قبل عيد الاستقلال. وبينما أبلغت مصادر متابعة أن الرئيس بري يريد عرقلة التأليف وتأخيره، أكدت أن رئيس الجمهورية غير مستعجل ولم يحدد موعدا قبل الاستقلال، بل يترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي. وأوضحت مصادر أخرى قريبة من عين التيني أن سوء التواصل على خط بعبدة مستمر وهو إلى تصاعد، وأن احتفالات الاستقلال مرحلة تهدئة مؤقتة لتظهير صورة لبنان الموحد. في المقابل أكدت مصادر مطلعة في تيار المستقبل أنه حتى ليل أمس لم تكن محركات التأليف قد عادت إلى عملها الطبيعي، ولم يحصل تواصل بين مدير مكتب الرئيس المكلف نادر الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. وقالت أن الرئيس المكلف يرى أن المشكلة التي تعترض المضي في عملية تأليف سريع للحكومة ليست عنده بل عند غيره، مؤكدة أن التعاون ممتاز مع العماد عون. وأشارت المصادر إلى أنه في ظل عدم إحراز تقدم في تأليف الحكومة تفضي إلى ولادتها قبل عيد الاستقلال، قد يغيب الحريري عن لبنان خلال عطلة العيد في رحلة عمل، وتاليا قد لا يحضر العرض العسكري المقرر غدا. إذن المعلومات متضاربة بشأن حضور الحريري ما بين صحيفتي اللواء والنهار، ومنهما ننتقل الآن إلى صحيفة الأنوار وخبر صحي. كشفت مصادر طبية أن إصابة بمرض التهاب السحايا مناجيت سجلت في إحدى مدارس بيروت، وأن وزارة الصحة أبلغت بالأمر نتيجة خطورة هذا المرض المعدي والذي يهدد الصحة العامة. وقالت المصادر أن التحرك الأولي لمواجهة هذا المرض يبدأ بعزل المريض وتطهير الأمكنة التي تواجد فيها ومنع احتكاكه بأي من أفراد عائلته إلا بعد تدابير وقائية يحددها الطبيب المعالج. وقد أثار اكتشاف هذه الإصابة قلقا لدى مسؤولي المدارس الذين طالبوا وزارة الصحة باتخاذ خطوات سريعة تمنع انتشار هذا المرض الوباء عبر حملة تلقيح أو تدابير أخرى. مجددا إلى الأخبار، وهذا المقال للزميلة زينب حاوي من الصفحة الأخيرة. طالبات الألبا فضحن عنصريتنا جميعا.
دقيقتان من الزمن هو وقت الشريط المجتزأ لطالبات جامعة الألبا بعنوان ما بظهر مع سوري، يعدنا فيه إنتاج وتقليد الخطاب العنصري اللبناني تجاه السوريين. الشريط الذي انتشر أول من أمس أسهم غياب شرح سياقه في خلق موجة عارمة من الاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي. فالفتيات ظهرن في الفيديو وهن يتحدثن الفرنسية ويرفضن مواعدة شاب سوري لكونه لا يمتلك الثقافة والقيم نفسها التي يملكنها. أيضاً ظهرت في نهاية الفيديو القصير عبارة فاقعة جداً تتردد في الجلسات الخاصة. لدى سؤالها عن سبب عدم مواعدتها سورياً أجابت إحدى الطالبات باشمئزاز وسخرية: مين هيدا اللي بينظف؟ شريط الألبا القصير الذي ضج في الساعات الأخيرة وأعيد شرح سياقه الحقيقي لاحقاً لكونه جزءاً من مواجهة الخطاب اللبناني العنصري، أعاد السؤال عن المعمعة التي ولدها من دخول في حملات عنصرية متبادلة من دون سماع الأصوات التي تؤكد أنه مجرد اختبار، فأضحينا في نهاية المطاف أسرى الاتهامات المتبادلة من دون أن يحرض فينا الشريط وعياً لمناهضة العنصرية تجاه اللاجئين. وإلى حلب وصحيفة الشرق الأوسط ومقال الزميل ثائر عباس، ونبدأ بهذه الصورة الواردة من حلب، وهناك مجموعة كبيرة من الصور المؤثرة جدا اللا إنسانية التي ترد يوميا من حلب. مقترح تركي لإدارة ذاتية في حلب وصمت روسي، كتب إذن ثائر عباس. رفض النظام السوري مقترحا تركيا حول وضع مدينة حلب، وقالت مصادر تركية إن رفض النظام ليس نهاية المطاف لأن الروس أبدوا تفهما لهذا الطرح، موضحة أن الطلب الأساسي للروس كان خروج النصرة ومعها السلاح الثقيل من المدينة، وهذا لا يزال ممكنا. وتابعت المصادر أن أنقرة تتباحث بشكل جدي مع الروس في إيجاد مخرج واقعي لإنهاء أزمة حلب بعد فشل الجهود الدولية، مشيرة إلى أن تركيا عرضت أكثر من مقترح على روسيا لحل الأزمة، منها ما يتقرب مما طرحه ديمستورا بشأن إدارة ذاتية لشرق حلب. وكشفت مصادر أخرى عن وجود مسعى جاد مع النصرة للقبول بخروج عناصرها من المدينة. وصورة أخرى أيضا واردة من حلب لرجل أمام النار في محاولة للتدفئة في الجو القارس الذي بدأ يضرب حلب، وإلى جانبه طفل مصاب في عينه جراء القصف العشوائي. وبأخبار حلب أختم هذه الجولة، فاصل نعود بعده لمتابعة الحدث مع كاترين. منتابع مشاهدين هذه الحلقة مع ضيفتي باتي هندي، مستشارة التنمية والتطوير في قيادة الجيش اللبناني. نتابع بموضوع تسليح الجيش بشكل أساسي. هون بدي أحكي أكثر عن المساعدات الأمريكية، وكثير بيسألوا هل هي مشروطة أو لا، قبل ما أحكي عن الهبة السعودية. ولا مرة كان في اشتراط للهبة الأمريكية بالعتاد. أكيد نحن بنعرف أنه نحن بلد منه بلد متطور جدا وقادرين نقوم بحروب كتير كبيرة. نحن بلد على القليل نقدر نضلنا ندافع على حدودنا وعن بلدنا. طول ما أنت بهيدا الإطار، طول ما أنت قادرة تتسلحي، كل شيء بيتخطى هيدا الإطار وقتها بدك تقومي بحروب كبيرة أنت بدك تقومي فيها إذا أنت بحاجة، هذا موضوع تاني واليوم ليس مطروح أصلا على الطاولة لتقولي أنه أنا لا في اشياء ما قدروا اعطوني اياها. نحن كان الهم الاساسي اليوم للجيش اللبناني ورئيه الجيش انه نقدر نحمي هالحدود، نقدر نخوض معارك الارهاب، نقدر نامن امن للمواطن ليقدر ياكل ويشرب ويقوم، لانه اذا ما في امن ما في اقتصاد، اذا ما في امن ما فيك تقومي تروحي على بيتك، ما فيك تسهري، ما فيك تعيشي كل هول المهرجانات اللي نحن عشناهم بالوقت اللي نحن مفكرين انه البلد سليم. كان في جيش قاعد كل الوقت مثل ما بيقولوا عم بيعمل كل شيء في حصانه و24 على 24 ساعه
تيقدر يخليك تكوني انت عم ترقصي بالمهرجان وهو على حدوده بالداخل، لانه انت ما بقى خايفه على حدود. نعم، ولكن مشروطه هون باطار يعني عم بينحكى انه مساله انه ان ينتج توسيع انتشار الجيش بمختلف المناطق اللبنانيه دون استثناء، مساله ضمانات ان لا يصل هذا الجيش الى يد حزب الله. دائما نسمع يعني بهيدي اكثر مقوله بتضحك، اكثر مقوله بتضحك. هلا بقصه عرض القصير يعني رجعنا يعني كمان اول شغله بعض الصحف تناولت هذا الموضوع، يعني اذا الاسلحه لها علاقه بالجيش، الامريكيين عم بيسالوا عن هذا الموضوع، الموضوع مرتبط بالشيء اللي عم بسالك عنه هلا، يعني الشروط. الامريكيين عارفين كثير منيح انه ما في شيء، خليني اقول انا على القليله على العهد اللي انا كنت مواكبه له يلي هو العهد جنرال قهوجي، هن كثير عارفين وكثير اكيدين انه ما في شيء يسرب من سلاح الجيش الى حزب الله. ما سالوا هلا من بعد عرض القصير شيء، ما صار في استفسار. حتى رح اقول لك ابعد من هيك، سؤالي الاكبر، هل حزب الله بحاجة إنه إحنا نعطي سلاح؟ ما سلاحه لحزب الله كتير واضح وكتير قايلين على العلن، والسيد حسن نصر الله ما خبأ لا مصرياتي من عندكم ولا سلاحي أنا من عندكم، سو ما في شيء مخبى لليوم يجوا يحطوا لي هيدي الخبرية بالإعلام. أول شيء الأمريكان ما في شيء توجه للجيش اللبناني مباشرة بهذا الموضوع، كان في تصريح من بكويشن مارك، هن بيعرفوا كثير منيح انه هذا الشيء منه صحيح، وهن بيعرفوا كثير منيح الثقه اللي انعطت بايدي الجيش، وهن في حتى وقت يعطوك المعدات تبعهم وين تستعمل باي طريقه، في اوقات هيدي الجنرال قهوجي بخبرنيها انه في اوقات بيكون بحرب انت بتخسري شيء محروق، بتخسري جيب، بتخسري دبابه، بس بتكون اوريدي انت بارض المعركه بتخسريها على الارض، بس ما في شيء اليوم بيروح من ايد الجيش لا ولا اي حزب ولا اي جهه، هيدا اللي اكيدين منهم. لو الامريكان ما كانوا اكيدين صدقيني بهيدي الفتره اللي هي 8 سنين اللي خاضها جنرال قهوجي، ما كنا تجهزنا بالعتاد اللي نحن رح نكشف لاول مره اليوم بعيد الاستقلال عن الاهم اوبريشن روم، اهم اوضه عمليات، غرفه عمليات، واهم عتاد اللي كان عم بحارب الارهاب الطيران، يعني اللي هو كان اساسي. هلا اكيد رح يكشفوا اللي بيقدروا ما يكشفهم امنيا، بس انه لا نحن اليوم صرنا مثل بقوه العمليات اللي عندنا بشهاده امريكيه وليس بشهاده. إذن المساعدات غير مشروطه حتى ما يتعلق بالضمانات بان لا تصل الى حزب الله. ما تروح السؤال اصلا عن ما قيمه المساعدات لحد هلا الامريكيه، يعني هل في تقدير لكم قدمت الولايات المتحده الامريكيه للجيش اللبناني؟ اكيد كان عندك ب 80 مليون دولار، 85 مليون دولار، وباخر سفره لجنرال قهوجي كانت عم ترفع من بعد كذا اجتماع ام في جنرال قهوجي الى 120، وشوي شوي عم بالعكس عم بتكون بذات الاطار هلا بعهد الرئيس الجديد المنتخب دونالد ترامب. هل من توقعات لتغيير ما على هذا الصعيد او استكمال؟ ما في حدا بالمبدا بعده لهلا جنرال قهوجي باخر زياره له، بعده اليوم بيجي لعندك الامريكان على الوزاره، بعده بيطالب بذات المطالبه لانه بيعتبر هيدي مؤسسه رح تكفي، بالعكس مؤسستنا هي منا يعني هي قايمه على ثقة معينة بأي جيش وعلى مؤسسة بحد ذاتها، هيدي الثقة لليوم بعد منا مفقودة، وإن شاء الله ما بتنفقد ولا نهار، وإن شاء الله لقيت الجيش إذا هو خلص ولايته وإجا قايد جديد كمان يكون على قد الثقة. ترامب اليوم المرشح ليس ترامب المنتخب، بدنا ننطر شوي لشوف الاجتماع اليوم تبعه يلي هو بيكونوا أهم اجتماع بيعمله، في اجتماعات بتكون أمنية، في الاجتماع الأمن القومي، يعني هو حتى مسلم اليوم الهوملاند سكيورتي يلي هي أهم وزارة بأمريكا لحدا كتير متطرف، متطرف بمعنى متطرف، خليني أقول غير تما أستعمل كلمة متطرف، هو حدا كتير حازم. ما بنقدر نعرف اليوم هذا اللي عم بينطرح بعد ما وصلت، يعني الأسامي اللي عم تنطرح بحدا كتير كونسيرفاتيف، سو بدنا نشوف هالمرحلة الجاية شو بدها تبين علينا بسياسات خارجية، وهيدي السياسات ما رح تبين هلا اليوم، ما في شيء رح يبين مزبوط للبنان، عم بحكي مش كقراءة اليوم ومعلومات من اللي تتداول بأمريكا، قبل ما يوصل ويعمل اجتماعاته الأمنية وقبل ما نشوف مين اليوم حليفه بالداخل، هل رح يضل الحليف الإيراني الوحيد أم رح يصير في حليف إيراني وفي مصر بذات الوقت اليوم ممكن تكون حليف للأمريكان عم يستندوا عليها، هل اليوم عندك أنت رح يصير تعاطي بموازاة السعودي والإيراني وكل الدول العربية والمصري؟ هون على اساس هذه التحالفات برايك تتحدد السياسات تجاه لبنان اكيد انت جزء الجيش من ضمنها رح يضل قادره انت تحمي، بعتقد يعني هو اهم شيء تضلنا قادرين حامين حدودنا وحامين حالنا من الارهاب،
إلى أن تتبلور السياسة الخارجية من الخارج إلى الداخل، لأنه للأسف نحن ما عندنا سياسة داخلية نقدر نعملها لوبينج حقيقي للخارج، هيدا اللي بتصير بكل بلدان العالم اللي نحن ما عندنا إياها. نعم، هون قبل ما أحكي عن الهبة السعودية، لأنه أتينا على ذكر العرض العسكري لحزب الله الأخير في القصير بين هلالين، هون هل أزعج الجيش اللبناني هذا العرض؟ كان في عرض امبارح كمان، يعني عرض الوزير السابق بأم وهاب وحزب التوحيد العربي، بس خلينا هلا بعرض حزب الله بداية. هيدا خلينا نقول في مجلس وزراء اليوم. ايه بس كيف بينظر الجيش يعني اليوم؟ رح وصل وصلت لي عسكرية. بس رح اقول لك، في اليوم مجلس وزراء يلي هو اكيد رح اوصل لك للجيش، مش حتهرب بالنسبه ما تفكرين عم تهرب من الجواب. في اليوم مجلس وزراء شاف هيدا المشهد، وكل الاقطاب اليوم موجوده على الطاوله، إن كان الحكومة السابقة ولا الحكومة هلأ اللي بدها تتألف في كل الأقطاب. في أكيد ما شفنا وما سمعنا ولا موقف مضبوط حاسم بهذا الموضوع من قرار السياسي. أما اليوم أنه شفنا الصورة بسوريا، ما الصورة موجودة ونحن بنعرف أنه موجود، وهذا العرض العسكري موجود، الفرق أنه شفتي أم العين. شو كان مقصود من جعله يعني أنا بعتقد يرى بأم العين؟ أنا رح أقول لك شغلة، وعلى أرض سوريا ما في مواطن لبناني اليوم على وجه الارض ما بحب انه بدله الجيش هي بدلته اكيد اللي بتدافع عنه، ولكن في امر واقع نحن قبلنا فيه كلنا بالاطراف، واليوم اللي ما قابل فيه عم بيقبل فيه، انه في حزب الله موجود على بسوريا وعلى ما بعد حدود لبنان، والجيش عم بيتعاون معه بهذه المعركه. يعني احنا ما حكينا عن هذا الجانب كمان، لا الجيش خليني اقول لك، كل شيء كل شيء على الحدود اللبنانيه هو جيش لبناني، كل شيء ما يتخطى الحدود اللبنانيه يعني في مسافه وتعاون. اكيد هذا في، انت بمحاربه الارهاب، حتى التنسيق اليوم برايي انا ما انه تنسيق داخلي بس، حتى تنسيق دولي، يعني ما يخبروني اليوم انه الامريكان ما عم بيعرفوا شو عم بيصير مع حزب الله، وانه قابلين لهم باط وتركينهم يشتغلوا مثل ما بدهم. ما في اليوم عندك روسيا، يعني هيدول كل الاخبار اللي بخبرونا اياهم انه شو بيقولوا استخفاف بعقول العالم، خلاص ما بقى فينا نروح عليهم. اكيد اليوم هذا التنسيق بيصير بعد الحدود، اما بالحدود في عندك شيء اسمه جيش لبناني، وما بعد الحدود هذا قرار سياسي بحت لا ينتمي الى الجيش اللبناني. ما اعتبر نفسه معني الجيش اللبناني بهذا العرض، يعني انا معنيه اصابته شظايا من الرسائل يلي قيل انها، انا بلاقي شظايا مش لعندنا، يراد ارسالها شظايا للاسف شفتها، هي باتجاهات مختلفه، شفتها يعني الشظايا اكثر عند رئاسه الجمهوريه. انا شخصيا هذا تحليلي الشخصي، تما الزم حدا بهذا، انا شفت هيدي الشظايا رايحه على رئاسه الجمهوريه، مش على وترتبط بخطاب، ترتبط بخطاب الرئيس ميشيل عون. بس لقول ماذا عن لقول نحن موجودين بسوريا، امتدادنا منه داخلي، امتدادنا صار يتخطى الحدود، معركتنا معركه وجوديه بالمنطقه وليس بلبنان، سو لكل واحد يعمل حساباته على هذا الاطار، كل واحد يتحط له الكادر تبعه الحدود يعني. تبعه نحن بنعرف انه جنرال الرئيس عون حدا عنيد بمعنى العند المواطنيه، يعني ما نشوف كيف بده يتعامل كمان بهذا الاطار، لانه منه موقف رح يقدر كتير ينفذ خطاب القسم برايك بهذا الموضوع؟ في شيء بيقولوا له ويت اند سي، لانه تحديات كثير كبيره، قادمين على شيء في امل كثير كبير بالعالم، العالم متامله كثير، ان شاء الله ما يصير في احباط بهذا الموضوع، انا اتمنى لانه هذا بيكون سيء للبنان والمواطنين، لانه وصلنا لمرحله عن جد يعني اذا قصه الزباله ما عم نقدر نحلها لليوم بعد شهر عندنا مشكله ثانيه انه الشتاء. صحيح. سو اذا بدي بلش من الزباله قديش هي الامال كبيره، كيف ليكون على شيء اكبر من هيك واقليمي ودولي. بعتقد التحديات لا يحسد الرئيس عون اليوم على الموقع اللي هو هلا فيه، باطار كيف ممكن التحديات تكون جاية عليه بأي طريقة. أنا ما بلاقي في مساج للجيش اللبناني، أنا بلاقي المساج يعني لم ينزعج لمجلس الوزراء، لم يعتبر نفسه معنيا بهذا العرض. ما فيك تكوني معنية بمعنى أنت عسكر بهذا الإطار، بتصير أنت عايشة بحالة واقع، لو أنت اليوم واقعك غير اللي موجود كنت بتقولي بتقومي، يعني ولا نهار أصلا جيش قام بموقف حقيقي. عندما يتعرض الجيش الى اذى من هذه المجموعات ساعتها بقول لك ايه سيكون موقف للجيش اللبناني اكيد حقيقي بهذا الموضوع، ولا عسكري بيقبلها ولا ايد الجيش بيقبلها ولا حدا، لكن الاحتكاك اليوم منه موجود مع الجيش اللبناني. ما رح احس حالي انا معنيه. طيب مشهد الجاهليه بالامس كيف مشهد الجاهليه؟ انا بوصي انا يعني. انا رح وجه نداء للوزير مشنوق اللي بكن له كل احترام، انه هو على جمعيات اصغر من هيك قامت القيامه، على جمعيات شو بيقولوا خلفيتها
هي كثير صغيره قدام الخلفيات اللي عم نشوفها اليوم. بتمنى عليه انه يكون الموقف عنده، لانه هو حدا حكيم وبيقدر يعرف ياخذ هذا الموقف تجاه اللي شفناه امبارح. رح تتحرك المؤسسه، يعني قائد الجيش ممكن يكون له دور هيدا دور هيدا مش دور قياده الجيش، هذا دور وزاره الداخليه، لانه الترخيص بقياده وزاره الداخليه. هي عليها يا تخلي الترخيص لهالحركه الرياضيه يا شيء عرض كشفي، يعني عرض كشفي. هي هذا العلم والخبر بياخذوه من وزاره الداخليه. بقى اكيد بنتمنى اللي معهد له بمواقفه معالي الوزير انه هذا المشنوق، انه هو اكيد ياخذ القرار بهذا المشهد. هبه السعوديه 3 مليارات، وفي كمان جزء من هبه المليار كانت متوقفه، وكانت الحجه طبعا الازمه اللي دخلت فيها العلاقات اللبنانيه السعوديه، حزب الله يسيطر على القرار اللبناني مثل ما كنا عم نسمع، لبنان لم يراعي العلاقات الاخويه بين لبنان والمملكه، اليوم في كلام عن عوده هذه الهبه، هل ستعود هبه المليارات الثلاثه الى لبنان؟ بحسب معلومات المؤسسه العسكريه ما رح بقى ينخفى، يعني الزياره هيدا اليوم صارت عم بتصير لرئيس الجمهوريه ولاقطاب عديده. سبهان معالي الوزير سبهان اوريدي التقى بقائد الجيش، وقائد الجيش ولا نهار وقف بالمطالبه اليوم بمساعده الجيش من كل الجهات، يعني مثل ما بيطالب بهبات من السعوديه، بيطالب من هبات من هي هبات ماديه بيشتري فيها الجيش العتاد تبعه. انا برايي هيدي تتوقف اليوم على تشكيل الحكومه كثير اساسي، هل بده يكون في دعم حقيقي اليوم لدوله الرئيس سعد الحريري، لانه بنعرف كانت الثقه هي بشخص دوله الرئيس سعد الحريري، ومشان هيك انقامت هيدي الهبه. وكان في اشكال بالثلاث مليارات، اشكال سعودي امريكاني خلى السعوديه تعمل هيدا الارتباط مع فرنسا وتقول لهم انا هيدا العتاد رح اشتريه من عندكم مش من عند الامريكان. وعندك المليار اللي هي كانت بيد تصرف اليوم، نص مليون يعني رايح، نص المليار رايح لجيش لبنان ونص الثاني للقوى الامنيه والداخليه وهيدو. هيدي كمان في عقود كانت انبنت وبلش يندفع عليها مثل داون بيمنت وتوقفت. بس هون بدي اشير انه يعني عفوا هون يعني، ولكن مساله الهبه يعني كان في ازمه حولها قبل ما صارت المشكله أكيد. مع حزب الله وبالمحب الجامعه الدول العربيه، موقف الوزير البسيط، يعني قبل يعني ولا مره حسينا انه الامور مسهله، على طول كان في مشاكل اما بين السعوديه وفرنسا اما رح تبطل يعني تحبل برا وتخلي في لبنان. هلا حبت فترتها كانت بتعرفي كان في كثير مشاكل باليمن بهيديك المنطقة بفترتها بين القطبين الإيراني والسعودي، حبلت عنا وقفوا لنا إياها هون. غير أنه اليوم كمان في ضائقة اليوم نحن بنعرف بالمادة، أكيد هيدي كانت نعمل لها فريزنج بس ما توقفت بالمعنى أنه انسحبت من التداول. هذا اللي لازم يرجع نشغل عليه بحكومة جديدة. شو بلغ هون قائد الجيش؟ عم تقولي أنه فيها فريزنج. طبعا اليوم في موفدين فريزنج. سعوديين، يعني عم تقولي سبق والتقى قائد الجيش، شو تبلغ بهذا الإطار؟ في احتمال ترجع في أو متوقفة على الحكومة وعلى أنا برأيي بنرجع بنقول أكيد متوقفة على الحكومة، في أمال عم تنبنى وإن شاء الله خير مثل ما بينقال، يعني مش أنه هيدي مقطوع الأمل منها، لا أكيد الأمل موجود فيها، وخاصة إذا تبلبرت حكومة على ثقة يترأسها الرئيس سعد الحريري رح تكون دعم حقيقي للرئيس سعد الحريري بهذا الموضوع. وأكيد هذا بيكون بالنهاية الرئيس سعد الحريري كل عمره بيطالب بالجيش وبقوة الجيش، لأنه هذا بالنسبة له صوت الاعتدال. أنا متأكدة أنه رئيس سعد الحريري ما رح يقصر ولا شوي إذا في قادر يدعم ولا قادر يصير في دعم من الجهتين. شلون حجة يعني الحجة المتعلقة بحزب الله أزيلت؟ يعني ما زال حزب الله يقاتل في سوريا إذا كانت السعودية ترى يعني أنه هو يحاصر القرار ليس اللبناني؟ من ماذا تغير؟ رح يعني من ليس من ليس من الذكاء الدبلوماسي أبدا، والسعودية بتعرف اليوم أنه الجيش اللبناني ما خصوا بهذا الموضوع، بمعنى انه لا هن عم يجوا يصلحوا الجيش ليرجع يعطيه للحزب الله، بالعكس الذكاء هو تقويه الجيش اللبناني، وهذا اللي لازم السعوديه تقوم فيه، اليوم انت بتقوي السعوديه ولا كل الاطراف، حتى ما بعتقد حزب الله عنده مشكله بتقويه اليوم الجيش اللبناني، لانه بيعرف انه صار هو مجهز بعتاد كثير قوي، ما حدا من كل الاطراف اليوم بيناسبوا اضعاف الجيش اللبناني، خاصة نحن بمعركة إرهابي وبمعركة اليوم أمن داخلي. شو بتضمن هيدي يعني قد ايه متوقعين إنه يقوى الجيش أو يدعم عم بحكي من ناحية نوعية الأسلحة يلي بدها توصل له بموجب
هيدي الهبه المليارات. التفاصيل انا العسكريه يعني ماني مخوله احكي فيها بس اكيد يعني. اكيد كثير مهمه، اكيد بعرف انه في جزء طيران فيها، في جزء وضيء، في اجزاء كثير كبيره. هون ايضا نعرف انه فرنسا في اعتبارات لها علاقه بامن اسرائيل ايضا، هي خط احمر يعني على طول يعني، وكانه في نوع اسلحه معينه ممنوع ان تصل الى الجيش اللبناني. هون قد ايه هالاعتبارات ممكن ان تحد من نوعيه ما يمكن ان يصل للجيش ضمن هذه الهبه؟ هيدي مش لا تخص الجيش اللبناني، انا بحكيك كمواطنه وكحلل بالسياسه وبقرا. نحن بنعرف انه موضوع اسرائيل هو خط احمر لان كان اوروبا وان كان امريكا وان كان كل هيدا، ما راح يخلونا اكيد نكون عايشين بنعيم وناخذ الأسلحة الكتير متطورة. حتى حزب الله اليوم في ضغط عليه بهذا الموضوع، في طيران بيوصل من لبنان على إسرائيل. اليوم بدك تشوفي عملية المفاوضات وين بدها تصير بين إيران وأمريكا وحزب الله بهذا الموضوع، يعني كلها منا مرتبطة داخليا. مشان هيك ما نعطي نحن حجم أكبر من اللي نحن عم نعيشه اليوم بالمنطقة. خليهم يقولوا خلينا بهالمرحلة نكون محدودين بأمننا وبحدودنا. نعم. وبخوفنا من الإرهاب. نعم. سؤال أخير قبل الفاصل الإعلاني لأنه كمان متعلق بتسليح الجيش، على طول بينسأل أنه ليه ما بتاخدوا لا تقبل الهبات الإيرانية اللي أكثر من مرة صارت إيران عارضة أنه مستعدة تسلح الجيش اللبناني، هبات غير مشروطة وبدون أي مقابل. شو المشكلة هون؟ ما بعتقد في مشكلة إلا تقنية يعني تدريب. بطل في عقوبات لأن بعض كنت تزرع بمسألة العقوبات عقوبات. الدولية كان قبل أكيد في العقوبات بس هلأ ما بعرف يعني، مثل ما بسمع أنه حتى انسكرت بالجرايد أنه تقنياً ما بعرف قديش قادرين اليوم الجيش، لأنه أنت بتعرف بيكون مدرب على شيء، هن مدربين على الأمريكان وعلى الأوروبية أكثر والإنجليز. سو بعتقد بده يصير في إعادة لتأهيل الجيش ليعرف يستعمل هيدا السلاح، وهيدا بعتقد من المعوقات. ما بعتقد بقى في معوقات سياسية بحد ذاتها، وانا عن جد ما بقدر اقول لك اكثر من هيك بهذا الموضوع، بس بعرف انه هي قبل كانت مزبوط قصه العقوبات. نعم. اللي ما كان حدا عم يتجرأ ولا مجلس الوزراء. نعم. اما اليوم اذا تزللت عقوبات التقنيه ما بعرف اذا رح يكون في مشكله ولا لا. نعم. رح نتوقف مع فاصل اعلاني اخير ومنتابع من بعده، خليكم معنا. منتابع مشاهدينا هذه الحلقة بالقسم الأخير. مدام بيتي، العسكريين المخطوفين طبعا يعني مثل ما قال قائد الجيش بأمر اليوم أنه ما تكتمل فرحة هذه الذكرى، ذكرى الاستقلال، والمخطوفين يعني بعد قضيتهم مش يعني من حل. شو آخر الأخبار بهذا الموضوع؟ مثل ما قلنا علما أنه ما بدنا نفوت بتفاصيل، لأن البعض بيشوف أنه لما الإعلام يعني كتير بيفوت بتفاصيل يمكن يكون عم نأذي من حيث لا ندري. المفاوضات بالعاده بتكون سريه بهذا الاطار، ولكن شو فينا نقول للاهل يعني بشكل خاص اليوم؟ اول شيء ما فيني مع حقيقه كل ام اليوم وكل بي وكل اخت وكل خي، يعني ما حدا بيعرف غصه هدول الاهالي مثل ما يعني كاس مر اكيد شربوه. وهذا كاس المر امتد على كل الجيش، على كل عسكري زميل لهم وعقية الجيش. اذا اليوم تسالي لجنان القهوجي حقيقه شو اكثر شيء، مش بس بناغص يعني، شو أكثر شيء ممكن يكون عم بيشتغلوا على السكت أخذ من اهتماماته ومن وقته؟ هي قصة المخطوفين. فيش جديد ولكن بهذا الإطار. لكن هيدا اللي بدي لك إياه اليوم، ما فينا نقول أنه ما توقفت المساعي، بس ما فينا نقول اليوم بذات الوقت أنه بعد في تقدم، بمعنى انه دائما المساعي موجوده، دائما عم بينبشوا. يعني ليه هالقد قضيه العسكريين المخطوفين عم تبين وكانها يعني مستحيله الحل؟ وين المشكله بالتحديد يعني؟ المشكله انه هو تحديد مواقعهم. تحديد مواقع وين هن هالمخطوفين، هيدا اهم شيء بعتقد، ومن هونيك وبالرايح بتصير الامور تتسهل، يعني اهم شيء نشوف وينهم موجودين، هيدا اللي ما عم بيقدروا يوصلوا له، مش بس يتجيش وعم بيصير في تعاون من مخابرات دولية يعني، بس الجنرال قهوجي كتير متحفظ بهذا الموضوع، وبعرف هلا إذا أنا سمحت لحالي أحكي فيه كتير متحفظ لأنه كتير دقيق. في كتير جهات عم تضلها تتدخل يعني، ما في مش بس جهات يعني، عم شوف من كل الميلات كيف ممكن يكون. هيدا اللي بحير يعني، اليوم الكلام مخابرات دولية هل يعقل انه بعدها يعني كل هاي الكلام الاعلامي ما عم تقدر تعرف مكانهم؟ مش بيسيء الكلام الاعلامي بيوجع اليوم بهذا الموضوع، لأنه مش قادرة تعطي خبر على ولا ميلة لهالأهالي. مشان هيك عم يكون صير في كتير تحفظ، مش معناته التحفظ هو عدم المساهمة كل يوم المساهمة كيف ممكن يوصلوا لحل، لأنه أكيد بالنهاية هو عسكري اليوم
وصعب كثير يعني. هو بيروح دجا بيعمل حربه ايده على قلبه انه ممكن ما يرجع على البيت وممكن يرجع على البيت. ما نستهون قديش هو دقيق هذا الموضوع. نعم رح نكتفي بهذا القدر اذا هذا الموضوع على امل انه يعني تنحل هذه القضيه ويرجعوا المخطوفين العسكريين الى اهاليهم سالمين اهم شيء. هون بما تبقى لنا الوقت عندنا بعد نقطتين بعرف انه عندك كثير ملاحظات على الحكومه يعني المشاورات الحكوميه اللي عم بتصير لتاليف الحكومه، طريقه توزيع الحقائب، كنت عم تقولي لي بالبريك انه ما في حقيبه، انه تصور انه ما حدا فكر يعمل حقيبه لامراه، قلت لك فكروا بس ما الهيئه يعني، ما نعرف بعد التشكيله النهائيه والاسماء. شو ملاحظاتك على هذا الموضوع؟ بس باختصار كثير، اول شيء انا اعترض على حقيبه المراه، اول شيء انا اؤمن بحقوق انسان وليس بحقوق مراه. في انسان اليوم له حقوق، كاني انا عم بحطها بخانه المراه انه انت عندك مهام غير مهام اللي بيقوم فيها الرجال. لا، عم بكرسوا التمييز، عم بكرسوا التمييز العنصري الاكثر شيء يعني. ما بعرف اذا هي هفوه ولا محبه، محبه كبيره للمراه. اذا هي محبه كبيره بتمنى عليهم، مش هيك بتكون محبه كبيره للمراه؟ اكيد بتكون بوزاره في لها مينيموم عدد يكون المراه ممثله مثل الرجال، وما ما يتطلعوا حتى الا على المراه الكفؤه يعني. مش مطلوب منهم يحطوا مراه ليحطوا مراه، مثل ما في رجال كفؤين وحتى في رجال غير كفؤين اوقات بينحطوا بالمكان الغلط. في نساء عن جد كفؤين ممكن يكونوا ويتولوا وزارات، وعندنا اكسبيرينس كانت كثير مهمه بهذا. ما في كل الوزراء النساء اللي تولوا بالمبدا المراكز المهمه لكوينو كانوا بمحلات كثير عملوا انجاز لهالوطن. بقى بتمنى كمان هيدا من سبيل المسحه، بتمنى اذا هالحكومه ما مثلتها ولا مراه، بتمنى على كل مراه تعترض بالمجلس النيابي وما تنتخب ولا رجال. حلوة هيدي الفكرة. عدم انتخاب الرجال إذا هالقد رح نكونوا مهمشين النساء. برجع بقول هي بحد ذاتها خلينا نطالب بحقوق إنسان وليس بحقوق امرأة. امرأة صحيح. هون عندك ملاحظة كمان على البيئة. بما أنه ما حدا بده ياخذ وزارة البيئة اللي نحن عايشين هلأ بالزبالة، سوري على التيرم، وبعد شهر عندنا شتي رح تنزل، خلوا يسلموها لحدا برات السياسه تكنوقراط يفهم بالبيئه. كثير منيح اني ما بفهم بالبيئه، ماني تكنيك لما يقولوا بدي اياها. بس هي المشكله مش انه ما حدا فاهم، انه ما بيكون حدا فاهم بالبيئه، المشكله انه في كثير فهمانين بالبيئه والحل موجود بس لا. ما مشان هيك عم بقول لك، مشان هيك يعني وزاره البيئه بحد ذاتها كنت بتمنى كلهم يتقاتلوا كيف بدهم ياخذوها ليحلوا. شيلوا ايدهم، شيلوا ايدهم ويعطوها لغيرهم، يا يحطوا ايدهم للاخر ويلاقوا حل يعني. لقينا ما حدا عم بيطالب بوزاره البيئة، كأنه وزارة البيئة هي لازم تكون أهم الوزارات لتعملوا إنجاز للشعب. صرنا عم نطلب يعني شيلوا لنا زبالة على الأرض، كأنه شو هالإنجاز المهم؟ نطلب بالكهرباء، شو هالإنجاز المهم؟ هيدا مش إنجازات، الكهرباء والمي والزبالة مش إنجازات، هول بديهيات نحن بنعيش فيهم، لازم يوميات. يعني بشو من وصلونا نروح على هيدا المحل؟ لا، في محل من المحلات تتخطى العقل، بتروحي على أمريكا مثلا ما تحكي بسياستك الخارجية وعلى أوروبا بيسألوك شو وضعك بالزبالة. لا، هيدا صار من المعيب. في عن جد صرخه بقصه الزباله، في اولاد عنا عم يعني عم نقول ليه عم تكسر الامراض والاوبئه والكانسر، لانه في شيء اليوم كانه مخبينه بالزاويه وحاطينه بكيس ابيض انه صار حلو اذا خبيناه بكيس ابيض. لا، ما عليه، في انفعال بهذا الموضوع. وزاره البيئه اذا هن مش قادرين يشيلوا السياسه عنا يسلموها لحدا تكنوقراط ويشيلوا. هي بمحل من المحلات صارت معيبه لوجه لبنان ومعيبه لوزاره أكيد. جديد ما بتقدر تكون قادره تنجز شيء بهالوزاره. اكيد. بالختام في موضوع التصويت الالكتروني، هون مثل ما قلنا انه حضرتك رئيسه مؤسسه بيت لبنان العالم. هذه المؤسسه تعنى بالاغتراب وبالشؤون الدوليه. هون بهذا الموضوع التصويت الالكتروني قد ايه كانت مهمه خطوه نقابه المحامين بالامس، وقد ايه ممكن انها تنسحب على استحقاقات نيابية ويعني انتخابية؟ كتير أساسية قصة الاغتراب. هي نحن خضنا معركة كتير كبيرة لأثبات حق المغتربين والمنتشرين بالاغتراب، ولكن كانت الآلية كتير سيئة وبعدها سيئة جدا. اليوم ما فيهم بقى يتملصوا من حق المنتشر أنه يقدر ينتخب وبأي طريقة بقانون جديد، ولا ممكن، لأنه بالنهاية كمان في بتعرفي اقتصادنا يبنى 21.4% من الأمن الدخل القومي اللي بيفوت على لبنان. يعني نحن ثالث بلد بالعالم
بيرتكز على الاغتراب وعلى الانتشار باقتصاده. أما العملية التصويت الإلكتروني اليوم ما عم نطلب نحن نروح ونصير كتير متطورين، بعد بيقولوا لك نحن مش قد التصويت الإلكتروني، على القليل نروح على التسجيل الإلكتروني اللي بيسمح لك تقدرك تصوتي بعدين شخصيا، بس ما تروحي 100 مرة على السفارة وقت تضطري تاخدي طيارة لتروحي على سفارة تانية بعدم وجود أنصليات وسفرة بخمسة. يعني أكثر من المسلمين يتراجعوا عن الموضوع يمكن أو أنت عندك هن بدهم إياهم يمكن يتراجعوا ما بعرف، لأنه عندك 1.5 مليون اليوم منتشر يعني على ويح الشطب، إذا انتخب منهم 20% هن قلب معادلة بحد ذاتها بالداخل. مشان هيك كمان نداء للمنتشرين إنه يساعدونا بهذا الدعم والدعم الداخلي ليكون في شيء اسمه إي ريجستريشن. وشفنا امبارح نقابة المحامين الربح هو حدا مستقل، الربح تنقول صوت تعب العالم تروح تتحزب وما بقى في مصالح لها، العالم عم بتنبش على قيمة عايشها وعلى مصالحها، تعبانين من شيء بيقولوا لك انه حزب، الحزب كثير منيح واشياء ديمقراطية لازم للبلد تستقيم تضل موجودة، ولكن لازم يصير في مساءلة وقت الحزب بيغلط، المساءلة أساسية من المواطن ومن الحزب قبل المواطن اللي هو بينتمي لحزبه، مشان هيك كثير أساسي بليز نروح على شيء اسمه إي ريجستريشن. بعمل نداء لوزير الخارجية اليوم جبران باسيل اللي هو مؤتمن على هذا الموضوع، في شيء اسمه اليوم آلية حقيقية ممكن تتصحح ليقدر هذا المنتشر يمارس حقه الطبيعي وهي بسيطة بسيطة بالفلبين يعني بالفلبين يقدروا يعملوا الإي فوتينج والإي ريجستريشن بطريقة على البصمة على الكمبيوتر. يعني انت عم تتخيل قد ايه انت اليوم رحت بأي إطار، ونحن يعتبر الفلبين منه بلد متطور مثلنا بلد عالم ثالث، كل بلدان العالم ما في بقى إلا لبنان، سوريا الأردن كله عنده تصويت إلكتروني على للمنتشرين إي ريجستريشن تسجيل إلكتروني. التصويت الإلكتروني التصويت الإلكتروني في بلدان بعد بتعتمدها بعد لا، لأنه الطعن فيها كتير هين. نعم، على أمل إنه يعني يتحقق هذا الشيء. طبعا يعني صار كمان هذا يمكن من البديهيات مثل ما عم تقولي بغير الدول، ولكن عندنا صار يعني البديهيات صارت مطالبة عندنا كأنه شيء نحن عم نعمل يعني إنجازات كبيرة، كأنه إنجاز كبير مثل ما عم تقولي. على كل حال بدي أشكر حضورك معنا اليوم بتي هندي، مستشارة التنمية والتطوير في قيادة الجيش اللبناني ورئيسة مؤسسة بيت لبنان العالم. أهلا وسهلا فيك من جديد. نحن من جديد كمان يعني بنحب نعيد الجيش اللبناني، بنعيد لبنان والوطن بذكرى الاستقلال. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. شكرا.